لما نطلع نقول ايه؟ نطلع نقول معلش الماتش الاولاني اول ماتش، الجماهير اللعيبه دي مش متعوده على الجماهير، الانسجام كلام من ده، ان شاء الله الماتش الجاي نلعب احسن، نيجي الماتش الجاي نلاقي نفسه هو المستوى بس بنكسب. طب خلاص النتيجه اهم، الماتش اللي بعده هنبقى احسن برضه، مفيش فايده بنكسب بس مفيش فايده، الاداء مش موجود. جيت بقى في الماتش الاقصائي مع جنوب افريقيا ما كانش فيه اداء وما بقاش فيه نتيجه، لان انت بقالك فتره ما تشتغلش على الاداء، ما مش مفاهم اللعبه انت بتعمل ايه. انا خايف ان احنا نواجه نفس السيناريو باذن الله، ما يحصلش باذن الله تعالى، ما يحصلش نفس السيناريو. فباذن الله كمان ان شاء الله كابتن شوقي غريب وجهازه المعاون المتحمس جدا شفناهم على الخط وكلنا متحمسين في الحقيقه، يركزوا على جانب الاداء، لان الاداء ده والاستحواذ على الكره هو اللي هيؤدي للنتيجه بكل تاكيد. مش كل مره الحظ هيكون معاك، مش كل مره، ده في كوره جت في العارضه كورتين في كوره واحده للمنتخب المالي، لكن الحمد لله طبعا الحارس محمد صبحي حارس مميز جدا وشخصيه كويسه في الملعب في الحقيقه، طلع الكوره المهاجم شاطها جت في العارضه، كان ممكن يبقى تعادل. فان شاء الله مش عايزين نبقى قاعدين على اعصابنا، وباذن الله يكونوا موفقين خلال المباراه.